الفيديو هذا هنتكلم عن كيف تربح عن طريق الانترنت. تمام، اول حاجه لازم نعرفها انه الانترنت او المواقع او التطبيقات كلها هي مجرد وسيله. تمام، هي مضمونها من السوق، لكن هي فقط وسيله حديثه بس. تمام، كل شيء يحصل في النت هو كان يحصل في الحياه العاديه. تمام، خذ عندك بالنسبه للمواصلات اوبر وكريم، التكاسي موجودين من اول. خذ عندك بالنسبه للبيع التجزئه سواء السوق او مول او ايش ما كانت الشركه او جوميا مثلا، هذا الشيء موجود من اول. تمام، لكن كل الشركات او الوسائط الموجوده حاليا هي عبارة عن وسيلة جديدة، تمام، في الحصول على الخدمة. تمام، طيب خلينا نقسم الأشياء اللي موجودة ومرغوبة بالنسبة للزبون هي حاجتين، هي برودكت منتج. تمام، او اي حاجه ليها مقابل هي اما منتج او خدمه. تمام، انت ايش دورك قبل الانترنت؟ تمام، هل انت ممكن تقول والله المنتج الفلاني ممتاز؟ تمام، ولكن ما تحصل على مقابل النصيحه اللي انت قدمتها. تمام، ممكن تقول الخدمه الفلانيه ممتازه، بس ما راح تحصل على مقابل في الخدمة اللي أو النصيحة اللي قدمتها. تمام، الآن تقدر عندك الإمكانية إنك أنت أي منتج بتقول إنه والله إنه كويس أو تحصل الفرصة المناسبة أو المناسبة الصحيحة إنك أنت تبيعها، لك فائدة فيها. تمام، وهنا برضه بالنسبة للخدمات، إذا أنت رشحت خدمة معينة وتم شراء الخدمة هذه لك مقابل في الطريق. طيب الآن الكلام هذا وإن كان صحيح وفي له دخل، تمام، لكن زيه وزي كل المجالات، تمام، يعتمد عليك أنت قبل الادوات، قبل ما يكون في استخدمت الادوات الصحيحه او عملت دعايه او لا او الى اخره، يعتمد عليك انت في الاساس. هل انت شخص يعني طبيعتك في البزنس كويسه؟ تواصلك مع الناس كويس؟ تقدر توصل للشريحه المستهدفه؟ تقدر تختار المنتج المناسب والخدمه المناسبه؟ وتقدر تسوق صح؟ وتقدر تشتغل في المجال هذا؟ في ناس حققوا ارباح كثيره وفي ناس ما حققوا اي حاجه، وفي النهايه يعتمد عليك انت ولا تقيس نفسك باي احد. تمام، وحديك الان امثله. تمام، في ناس في مجال التقني ساهموا في بناء اشياء، يعني مثلا خلينا نتكلم عن تويتر، هم ساهموا في بنائها. تمام، هم فنيين، خلينا نقول الاشخاص اللي هم كانوا الاساسيين في بناء تويتر. تمام، الاشخاص الاساسيين في بناء فيسبوك، الاشخاص الاساسيين في بناء يوتيوب، الناس اللي يشتغلوا في التقنيه في الاساس، كل هذول، تمام، لا يحسنون استخدام التقنيه لانهم ما هم بياعين بس. تمام، فتحصل مثلا
مشهور من المشاهير فاتح حساب تويتر وعنده ملايين المتابعين وبيبيع يعني بيعمل دعايات عن طريق التقييدات وعن طريق مثلا سناب شات وبيدخل فلوس. بينما الشخص اللي بنى الانستغرام او بنى التويتر هو اللي بناها واسسها وفي اشخاص ثانيين بيقدروا ينفذوا نفس المشروع ما يقدر يحقق نفس الارباح لانه ما عنده الشعبيه ولا الجماهيريه ولا يعرف يبيع المنتج. تمام؟ فالجانب الفني مختلف تماما عن جانب البزنس. تمام؟ وتسعة عشر رزق دائما في التجاره. تمام؟ عشر منها في الجانب الفني. تمام؟ فهل ممكن انك انت دخل اعلى من الناس اللي بنوا المجال نفسه؟ ايوه. تمام؟ التجاره ما لها غرض. تمام؟ وتعتمد في الاساس على شطارتك انت. تمام؟ ايش الجوانب اللي هي خلينا نقول الموازية اللي هي تمشي في خط واحد ما تتقاطع، تمشي في خط واحد، هذا لو زاد هذا يزيد، هذا لو زاد هذا يزيد، فهمت علي؟ طيب في عندك الجانب الاول التعليم. تمام؟ والجانب الثاني عندك بشكل عام فكرة التجارة الإلكترونية. تمام؟ وأنه في منتجات وفي خدمات وأنت هتكون متسبب وليك نسبة فيها. كل شركة لها قانون. تمام؟ مش كلهم واحد بس بشكل عام. الآن إيش الفرصة الموجودة حاليا؟ أنه كيف تبدأ؟ هذا تعليم. خلاص؟ هذا تعليم. تعلمت كيف تاخذ المنتج وتاخذ الخدمه وتشتغل على اساسها ترجع للجانب الفني. تمام؟ كيف هتنفذ اي حاجه مثلا تفتح حساب في السوق مثلا او تفتح متجر في مول. تمام؟ او تفتح في 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 مثلا شركه اكس بحيث انه انت تحط فيها منتجات بها طريقه أو تفتح لك متجر خاص أو تسوي لك موقع. هذه كلها جوانب فنية أنت تحتاج تحصل الأشخاص اللي هم ينفذوا لك المشروع هذا. تمام؟ فبالتالي بعد ما يعني في الجانب الفني أنت احتجت الناس اللي يحطوا لك الجانب الفني، عندك برضو التعليم لا زال ولا يزال مستمر. يعني حتى على مستوى على أي مستوى حتى ممكن بعض الاشخاص يقول لك خلاص اوكي انا فهمت انه انت مثلا من سوق او من نون حتجيب لي المنتج بسعر كويس. تمام؟ ولكن انا ما اعرف استخدم التطبيق، ما اعرف استخدم الموقع، وابغى افتح حساب خاص. في ناس ممكن للمستوى هذا ما هم متعلمين، وبالتالي هذه برضه كلها تعتبر خدمات تسهيليه لك. تمام؟ كل هذه فرص في النهاية تعتمد على مدى يعني إدارتك. هل في ناس نجحت في المجال هذا؟ في ناس نجحت وحققت مبالغ يعني نجاح. هل في ناس جربت وما مشي معاها حد؟ في برضه كده وفي برضه كده. بس ايش هو البرهان؟ البرهان انك انت تجرب. تمام؟ جرب بس بيقين. تمام؟ انه انت إذا عجبتك الشغلة هتنجح.